معك علي أبو بكر حميدة من شقيق الدكتور علي حميدة الله يرحمه. بالنسبة للوصايا، وصايا الدكتور علي حميدة كان دايما أول حاجة كان بيوصي على أصحابه، كل أصحابه إن شاء الله يعني كل أصحابه في عينينا وكل الناس اللي بيحبهم في الوسط أو خارج الوسط. وكان برضو كان بيتمنى من ضمن وصاياه إن هو في مسجد الفتح، شباب المسجد الفتح يدعوا له ويتصلى عليه هناك. الحمد لله دي أول وصية تمت بنجاح الحمد لله. وكان بيوصي على الأطفال العيلة بالذات، وفي كم واحد برضو من أصحابه موصى عليهم بالاسم وقال ما أوعى تأثروا مع حد. في برضو قال أي حاجة تخصني تصدقوا بها للمرضى، يعني هو عامل جزء من دي اللي هو الفلوس بتاعته للمرضى، أي حاجة تخص قال تصدقوا بها للمرضى. يعني هو سبحان الله كأنه حس بوجع المرضى في آخر أيامه، فأي حاجة تخص دكتور علي أكيد يعني دي أي مريض وأي حد. لحد النهاردة جه واحد يعني تقريبا هي موجودة معايا أول واحد ده، وبإذن الله هتواصل معاه وهنساعده بإذن الله في شفاء زوجته. ودي من أهم الوصايا يعني فعل الخير، حتى بعد ما مات فعل الخير بإذن الله إحنا اللي هنستمر فيه بإذن الله. بالنسبة أنا سمعت إن دي شقيقة كان في معزة بينه وبينها وبيعتبرها إن هي والدته، فإيه وصيته بالنسبة لها؟ أول حاجة دي يعني لو حوصف لك الحب اللي كانوا بيحبوها لها، دي شقيقته الصغيرة عمتي، يعني أنا بقول له هي في عينينا يعني الله يرحمك، يعني لأنها دي تعتبر هي اللي مربياه وهي اللي كانت دايما تسنده في كل أعماله وفي شغله وفي دراسته، بالذات دراسته كانت حتى يعني هو طبعا أنت عارف الستات بتأكلكش غير من إيديها، كانت تبعت له الأكل لما تروح لحد القاهرة الأكل بتاعه، رغم إن هو كان يعني كنا بنقول عليه الطباخ المغرور، يعني الناس كلها عارفة إن هو بيطبخ. الله يكون في عونها، يعني بطلب من الناس برضو دلوقتي الرحمة على عمي وربنا يصبرها، لأن ده هي عاشت معه أكتر من عشت معه، يعني كل اللي أخدت منه اللي ادهوني الاسم علي، دي حاجة أنا افتخر بيها طبعا. بس برضو أنا يا رب يا رب يرحمه، وإن شاء الله أمنتك في عينينا بإذن الله يا عمتي بإذن الله. يعني كان برضو لسه في راعي الفكاهة كان بيهزر مش محسسك إنه تعبان، كان بيضحك معنا عادي، يعني ما كانش محسسنا ان هو يعني في اخر لحظاته، يعني كان بيسال اصحابه مين اللي اتصل، كنا اول باول يعني كنا بنقول له فلان وفلان وفلان من الوسط او اصدقائه من محافظه مطروح او من جميع المحافظات، كان في من الدول العربيه برضه كتير كانوا بيسالوا يطمنوا عليه. طب قبل وفاته في اليوم اللي هو توفى فيه، توفى امس الخميس، هل كان في تعبان قبل الوفاه ولا يعني ايه اللي حصل بالظبط في اللحظات دي؟ والله هو لحد قبلها تقريبا ربع ساعه قعدوا مفيش اي حاجه، يعني جم الدكاتره ان شاء الله، يعني حتى هم ما قصروش دكاتره مطروح او سواء اللي في القاهره. دخل انا مجرد ما خرجت بره الباب ورجعت للدكاتره تاني لقيت الوضع متغير، يعني سبحان الله، يعني كان اخر حاجه كان بيعمل لي كده على صدره ان هو تمام يعني. بس الحمد لله لكل اجل، هو ربنا عند ربنا احسن الحمد لله في حب الناس. يعني انا ما كنتش متخيل ان علي حميده يعني الباكي، سامع ان هو مشهور في الوطن العربي، بس ما كنتش متخيل يعني في كم هائل الطريقه دي يعني بيحبوه. انا بقيت من كتر فرحتي ان الواحد تقريبا من الصبح واقف بيستقبل الناس ما عدناش خالص، بس الواحد من فرحته حب الناس دي هونت علينا كتير، يعني ما حسيناش حتى بالتعب. ما شاء الله من كل المحافظات، من اول سينا والعريش ومن اسوان من الجنوب ومن الصعيد ومن ليبيا، وكان في من دول تانية كانوا في تونس كلموني كانوا عايزين يجوا، من فلسطين من اردن، مش عايز انسى حد يعني كذا دولة عربية، بس قلنا يعني العزاء واحد، يعني ما فيش فرق، احنا اللي المفروض نعزيكم فيه لان انتوا احباب، وهو طبعا كان بيحب كل الناس.